موقع أنا السلفي. الشيعة طعنوا علي رضي طعنوا الحسن رضي الله عنه في فخذه حتى انكشف عظم رجله رضي الله عنه، أرادوا قتله لتنازله عن الخلافة لمعاوية رضي الله عنه. هنا في مشكلة عند الشيعة في تنازل الحسن لمعاوية، لأنهم يعني يكفرون معاوية وجيش معاوية، والحسن هو الإيه؟ الإمام المعصوم، الإمام المعصوم بعد أبيه. إن الأئمة عندهم 12 إماما، ده عند الإمامية، وسبعة أئمة عند الإيه؟ الباطنية، وخمسة أئمة عند الزيدية، في خمسية وسبعية واثنى عشرية. الزيدية خمسة أئمة، والباطنية الإسماعيلية سبعة أئمة، والجعفرية 12 إماما، كلهم معترفين بإمامة الحسن وإنه إمام معصوم. طب هل يجوز للمعصوم أن يرتكب معصية؟ لا، عندهم بل يجوزون المعصية على الأنبياء إلى الكفر، يعني يجوز للنبي أن يأتي بالكفر والشرك، ولا يجوزون الصغائر على الأئمة. طب ماذا يفسرون تنازل الحسن لمعاوية؟ إما أن يكون هذا خطأ أو صوابا، فإن كان خطأ فكيف يرتكبه الحسن؟ إذن ليس بإمام. وإن كان صوابا فمعاوية ليس بكافر، لا يجوز أنه يتنازل عن الإيه؟ عن الإمامة للكافر، قد يأخذها منه عنوة قد كذا، لكن لا يجوز له أن يتنازل طواعية وهو معه جيش، يعني معه جيش وله أرض وله حكم وهو الحاكم وكل الأمور في يده ويتنازل. إذن هذه طعنة أولى في عقائد الشيعة، وهي عقيدة الإمامة، اللي هي الأئمة عندهم 12 إماما، وأنهم معصومين وأنهم أفضل من الأنبياء، وأنهم لا يجوز عليهم المعصية، وأنهم يعلمون الغيب، وأنهم يعلمون متى يموتون، وأنهم لا يموتون إلا إذا أذنوا لأنفسهم بذلك، غير ذلك من الخرافات اللي بيعتقدوها في الأئمة، وأن لهم معجزات وغير ذلك من الأمور، كما سنتكلم في العقائد في المسائل المتعلقة بالعقيدة.